هنروح نشوف التقرير ده عن مؤتمر الصعيد الثالث للإنجاب المساعد والحقن المجهري اللي جمع الحقيقة 42 محاضر من 16 دولة. ده كان رسالته إيه؟ رسالته السنة دي إن هو بيدي الأمل لكل اللي عايزين يخلفوا. تعالوا نشوف التقرير وبعدها نطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى هنسمعكم أجمل الأغاني الحقيقة مع المطربة الجميلة آية خالد. استنونا بعد الفاصل. انطلقت الدورة الثالثة لمؤتمر صعيد مصر للإنجاب المساعد والحقن المجهري والذي يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة 42 خبير من 16 دولة حول العالم. فكرة المؤتمر نشأت من حوالي 4 سنوات مع مجموعة من شباب الأطباء اللي كنا راجعين من بعثات بره مصر وشباب الأطباء اللي موجودين في مصر، علشان نحاول نوصل أعلى مستويات العلماء اللي في العالم وصلوا لغاية فين وبيعملوا إيه بالظبط. نمرة 2 نبدأ نتكلم على الأساليب الصحيحة في البحث العلمي. نمرة 3 نحاول نثبت مصر كمكان للجذب العلمي والسياحة العلمية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. المؤتمر هذا العام ركز على المجالات المساعدة على الإنجاب وربطها بجميع التخصصات الفرعية، فضلا عن متابعة أحدث التقنيات في العالم بتلك المجالات لخلق كوادر متخصصة بكل ما يخص وسائل الإخصاب المساعد والحقن المجهري. الحقيقة هو الحقن المجهري هو أحدث وسائل علاج العقم في مصر والعالم، والحقن المجهري حصل فيه تطور كبير جدا في السنين الأخيرة، إن هو بقى يعالج مشاكل كتير جدا ما كناش بنعرف نعالجها قبل كده بوسائل العلاج التقليدية سواء الدوائية أو الجراحية. مصر الحقيقة من الدول هي شهدت تطور كبير جدا في الحقن المجهري في السنين الأخيرة. من الثمانينات تقنية الحقن المجهري والوسائل المساعدة في الحمل هي موجودة. احنا نقدر نقول دلوقتي ان مصر بقت على الخريطة بتاعت اساليب الحقن المجهري والنتائج بتاعتها تعادل او تزيد عن العالم كله ان شاء الله، واللي يثبت كده حضور كل الناس دي في المؤتمر اللي احنا منظمينه، ويعتبر من اكبر الاحداث اللي حصلت السنة دي يمكن على مستوى العالم كله. المؤتمر يهدف الى نقل تلك الخبرات الى الاطباء والكوادر المختصة بالشرق الاوسط.